كانت الزام من متصدق الرئيس الجماعي مراكش. موضوع اليوم نقطيه التنقيه ديال الخط الجديد ليس خط حافله جديده بمواصفات حديثه بمواصفات ذوي الاحتياجات الخاصه مكيفه. كان الغرض من ادخال هذا النوع تحبيب الناس للتنقل عبر الحافلات التنقل المشترك اللي تحدث عليه البرنامج ديال التنقل الحضري ديال مدينه مراكش. هذا المشروع هو مطلق شحال هذا اتفاق مع الشركه المدبره للنقل الحضري في مدينه مراكش هي غزه. الحافلة كان مقرر لا كانت فكرة لما لا تطلق في الخط ديال بي اش ال اس ديال الحافلات ذات الجودة العالية، ولكن كان توجه المجلس ذهب نحو حافلات كهربائية. فاستغلينا هذا المجيء ديال هذه الحافلة لإطلاقها في الخطوط العادية خط 13 و 16 بين خط 13 و 16. الفكرة هي هذه الفكرة حافلات بمواصفات حديدة كان الاتفاق كذلك تعطلنا شي شوية على باش كنا معاهم حنا حاولنا باش يكون بيو ديزل بتكون مناسبة في كوب 22 بأن هذا كذلك يمشي في بيو ديزل وهي إشارة إشهارية لقطاع النقل بمدخل هذا العنصر البيئي في التنقلات الحضارية. لكن باقي هذا الامر بيو ديزل اللي لقيناه هنا في المغرب ما خدموش هذا النوع من الحفلات، ولكن سنجتهد باش يخدموا بيو ديزل.